الماسك مش بيهمني الماسك بس يهمني الميديكال ديفايسز اه كاتيتر شيء ميديكال ديفايسز وامبلانتس وادويه هي موجوده في المستودعات ومخزنه. نحن زيارتنا اليوم لشركه من الشركات الكبرى اللي عم تاخذ دعم مستمر او وعد بالدعم، واللي نحن بدنا نراقب حركه المخزون، عدم الاحتكار، صرفهم للمستشفيات، وبدنا ندقق بالفواتير اللي معنا اياهم من مصرف لبنان مع الموجودات مع الايصالات من المستشفيات. بس انا شفافيه سلسله تسليم الرضاعه المدعومه الى اليوم الفواتير اللي بتفرجي حركة تحريك هذا المخزون وهي البضاعة، وكل حدا لح يكون مقصر لح نرفع عليه دعوتين مباشرة على القضاء المختص وعلى النيابة العامة المالية، لأنه ما منقدر نحن بهيك موجودات، مش بس هون، بأكثر من مستورد وأكثر من مخزن في عنا هالبضاعة مكدسة، والمبارحة شفناها كمان مكدسة. بدنا نحن نتأكد من هاي سلسلة وصول هالمستلزمات للمواطن بالسعر المدعوم. ما بقى يتحمل الوضع، صيدليات سكرت، ما في ادويه، ما في شيء، ما في حليب، هن مخبيين الله يطول، بس يشيلوا الدعم. الترمبات سكرت، ما بقى في شيء. شو بدك بعمل بالبيت؟ اعمل انا ابني ما يقول لي بدي حليب وبدي حفاضات، بقول له بابا ما عندي جيب لك، ما معي مصاري جيب لك، يا خي معي مصاري، وين في حدا فاتح؟